حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم صدى الأقلام، وفيه نرصد أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب الجديد: حرائق العراق، حقول زراعية تحت رحمة مخربين. في القدس العربي: حصيلة وفيات كوفيد 19 تقترب من 300 ألف، والفيروس قد لا يختفي أبدا. في الشرق الأوسط: الأمم المتحدة: كورونا قد يسبب أزمة صحية نفسية عالمية. في عربي 21: خبير البيت الأبيض يحذر من التسرع بإنهاء إغلاقات كورونا. في البصائر: الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تتوقع انكماش الاقتصاد العراقي. في العرب اللندنية: طهران ما زالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح. وفي الجارديان: بريطانيا معزولة ووحيدة وأصبحت رجل أوروبا المريض. نبدأ بصحيفة المدى العراقية، وفيها كتب علي حسين عن الإمام علي بن أبي طالب وسيرته وخلافته، فقد كانت مهمته رضي الله عنه إقامة الحق ودفع الباطل، ويقول لابن عباس: هذه النعل أحب إلي من إمارتكم هذه، إلى أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وهاجم الكاتب ساسة العراق الذين يدعون أنهم محبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. المزيد في سياق المادة الآتية. أتذكر حديث الشرقاوي وأنا أستمع كل يوم لسياسيين يحولون معركة بناء الدولة المدنية إلى معركة بين المسلمين وكفار قريش، وتمنيت على هؤلاء الساسة التقاة لو أنهم وقفوا وقفة حقيقية أمام سيرة الإمام علي عليه السلام وتعلموا منها، لكن للأسف فقد ابتلينا بمسؤولين يتحدثون باسم الدين ويسرقون باسم الدين. من منكم لم يشاهد صورا لمسؤولين كبار يقيمون مواكب العزاء ويؤدون فرائض صلاة الجماعة في بيوت وقصور وضعوا أيديهم عليها بقوة المنصب والسلاح؟ وأنا أعيد قراءة كتاب عبد الرحمن الشرقاوي إمام المتقين، قلت لنفسي: هل تساءل أحد من هؤلاء الساسة المجاهدين كيف مارس علي عليه السلام السلطة في أعوام خلافته الأربعة؟ لم يجد الإمام في الخلافة حقا استثنائيا في المال والأرض، فساوى نفسه مع الجميع. رفض أن يسكن قصر الإمارة ونزل مستأجرا في منزل يملكه أفقر فقراء الكوفة. سيقولون: هذه مثالية مطلقة، وسنقول لهم إنها عدل شامل. فالخليفة لم يرضى أن يسكن القصور فيما رعيته يسكنون بيوتا من الصفيح. كان معارضوه يتجاوزون عليه إلى حد شتمه، فلا يبطش بهم ولا يمنع عنهم المال، لأنه يرى أن الخلاف أمر شخصي بينه وبينهم، وما بيده من حكم ليس سلطة يقاضي بها مخالفيه في الرأي. يتابع الكاتب: البعض من ساستنا في العراق ربما يرى في هذه الأفعال نوعا من الخيال، لأنه يعيش مع علي في مواكب التعزية فقط. إلى مقال جديد: الوضع الأمني الهش في العديد من المدن العراقية، وبالذات مع عودة تنظيم داعش للعمل في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالة، وتكبيده للقوات الرسمية وعناصر الحشد الشعبي والعشائري لخسائر بلغت عشرات القتلى ومئات الجرحى. ضياع بوصلة السيادة العراقية في ظل التناحر القيادي ما بين إيران وأمريكا على أرض العراق، وسعي أمريكا لإيقاف أي تعاون عراقي مع طهران رغم السماح الأخير للعراق باستيراد الطاقة من إيران لعدة أشهر. مقال الكاتب جاسم الشمري نشره موقع رسام، نتابع المزيد منه. خطوات حكومة الكاظمي لم تفلح في خفض حجم المظاهرات، ورأينا أن المتظاهرين أعلنوا أنهم مستمرون في احتجاجاتهم ضد الحكومة الجديدة،
وانتقدوا بقاء الفاسدين في السلطة، وقد خرجوا في مظاهرات حاشدة في بغداد وبقية المدن. وكانت مظاهرات ليلية السبت الماضي قد رافقتها أعمال عنف لم يعرف حتى الساعة من يقف وراءها، وأسفرت عن إحراق مقرات لحزب الدعوة ومنظمة بدر ومنزل نائب في البرلمان العراقي عن ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة واسط. في ظل هذه الأجواء المتوترة ومع وعود الكاظم بملاحقة قتلة المتظاهرين العراقيين، سربت وثيقة من مكتب رئيس الحكومة صادرة في 7 من شهر أيار مايس الحالي 2020، وتضمنت قرارا لا يتفق مع قضية ملاحقة قتلة المتظاهرين، حيث كشفت الوثيقة أن الكاظمي قرر إحالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وكامل أعضاء حكومته إلى التقاعد، وذيلت الوثيقة بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وبحسب الكاتب فإنه من أبرز التحديات القائمة والماثلة أمام الحكومة هي الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدولة بما لا يقل عن 95% من وارداتها، ولا يمكن بسهولة تجاوز أزمة رواتب موظفي الدولة. استمرار المظاهرات الرافضة للأحزاب الحاكمة والداعية إلى ضرورة تغيير مسار العملية السياسية في العراق، والمؤكدة بأن حكومة الكاظمي جاءت على خلاف إرادة الجماهير وبتوافق حر أو غير حر بين القوى المتحكمة في برلمان العراق. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة العرب اللندنية، وجاء في مطلعه: المطلوب أن يتراجع النظام الإيراني عن مشروعه التوسعي العدواني الذي لم تعد شعوب المنطقة في ظله قادرة على التحكم بمصائرها. مقال للكاتب فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية. المزيد من هذا المقال نشاهده وإياكم في المادة الآتية. إيران اليوم هي في أسوأ أحوالها، لا ينفي ذلك قيامها بإطلاق قمر صناعي أو تطوير صواريخها البالستية، فهي لا تفعل شيئا سوى ذلك. دولة حرب أوقعها نظامها السياسي في شبكة معقدة من الأوهام التي خلقت من خلالها أعداء وهميين، لا لشيء إلا من أجل أن يتخلى ذلك النظام عن مسؤولياته إزاء الاحتياجات الإنسانية للشعوب الإيرانية التي ابتليت به. لقد تعرضت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى نكسات اقتصادية كبيرة، ومن السذاجة الادعاء أن تلك النكسات لم تؤثر على مشروعها التوسعي في المنطقة القائم أصلاً على إدارة ميليشيات تابعة لها والإنفاق عليها من خلال مدها بالسلاح والأموال. فمهما بلغ في حجم الرصيد المالي المضمون، فإن ذلك الرصيد قد تعرض للاندثار بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى أقل من نصف، ناهيك عن انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا. وإذا ما عرفنا أن الحرس الثوري يسيطر على جزء كبير من نشاط السوق التجارية غير النفطية ويستعمل أرباحها في تمويل نشاطاته واستمرار مشاريعه العسكرية، يمكننا أن نتوقع انخفاض قدرة إيران على الاستمرار في رعاية مشروعها الخارجي بالكفاءة نفسها مقارنة بما كانت عليه في الماضي، ذلك ما انعكس سلبا على ميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. يقول الكاتب أيضا: هناك معطيات كثيرة يمكنها أن تكون أساسا لواقع جديد سيكون على إيران أن تخضع له في المستقبل القريب مضطرة. وأضاف أيضا، وهو ما يعني أن ما كانت إيران تعده مستحيلا سيكون ممكنا من غير أن تأمل في أن يتغير الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، بمعنى أن ما كانت إيران ترفض التفاوض عليه في مقابل أن تنال بعض الامتيازات ستتخلى عنه من غير أن تحصل في مقابله على شيء يذكر. الآن إلى مقال جديد وجاء في مطلعه: استطاعت بعض الرموز في نظام بوتفليقة والتي كانت حمية له ومدافعة عنه، استطاعت أن تعيد التموقع من جديد، وهي التي خاضت ولا تزال تخوض معركة وجودية ولم يكن اللوم عليها، فتلك مصلحتها وبالتالي ذلك هو حقها، بقدر ما يكون اللوم على من يعطي لها الفرصة من أجل أن تقوم بذلك مرة أخرى. عندما يرفض العمل التشاركي بين مكونات الحراك والقوى السياسية في الجزائر،
هذا ما جاء في مقال للكاتب ناصر حمدادوش ومقاله منشور في صحيفة العربي الجديد، نتابع جزءا من مقاله. خديعة كبرى تم ترويجها في الجزائر، تسويق الرضا الشعبي العام على ما تحقق من إنجازات ظاهرية للحراك الشعبي، ما أدى إلى تراجعه ثم توقفه بسبب جائحة كورونا يوم 20 من مارس آذار الماضي، وهو ما جعل الانتقال الديمقراطي يتعرض إلى هذا العبور الحرج عبر أشواك ثورة مضادة غير معلنة حالت دون تغيير النظام واستكمال أهداف الثورة الشعبية الناجزة والكاملة بجميع مطالبها السياسية والأساسية. وجاءت مسودة تعديل الدستور لتؤكد على كل هذه المخاوف المشروعة من الردة على طموحات الشعب الجزائري بعد ثورته الشعبية المليونية والسلمية عبر حراك 22 من فبراير شباط 2019. ومع يقيننا أن الثورات الشعبية قد لا تنجز أهدافها كاملة لوجود مقاومة طبيعية للتغيير، فقد يخطئ من يعتقد أيضا أن تحقيق بعض الإنجازات هو مبرر للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وأن اللوم سيكون على من انخدع بالقيام بنصف ثورة والتي هي مقبرة حقيقية لأصحابها، إذ كانت لخصوم الحراك القدرة على العودة والسيطرة بما لهم من إمكانيات مؤسسية ومالية وإعلامية كبيرة. وختم حمدادوش مقاله بقوله: إن من أهم الشعارات وأهازيج الحراك الشعبي في الجزائر هو الهتاف ضد الفاسدين، وهو ما شكل مطلبا شعبيا عارما للمحاسبة، لمحاسبة كل رموز الفساد السياسي والمالي والعسكري والأمني والقضائي إلى جانب الإداري أيضا، وهو الذي تم بعضها بحسب حمدادوش. وقال إن هذا يعد إنجازا نوعيا وكبيرا للحراك الشعبي الذي يعود له الفضل في توفير الغطاء والشرعية الشعبية له، وهو واجب طبيعي كذلك لمؤسسات الدولة، وليس إنجازا خارقا يمن به أحد على الشعب الجزائري. إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الكيان الصهيوني، وجاء في مطلع المقال: هبط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل أمس بكمامة تمثل العلم الأمريكي، متوقعا أثرا إيجابيا لهذه الحركة الرمزية على مستقبليه من الإسرائيليين من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد نجاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قرار للمحكمة العليا الصهيونية كان يمكن أن يمنعه من ترأس الحكومة الصهيونية الحالية. حول زيارة بومبيو جاءت افتتاحية القدس العربي تحت عنوان: بيع الفلسطينيين لشراء أصوات الأمريكيين. الواضح هو أن إدارة ترامب بدأت بتفحص كافة السيناريوهات التي يمكن أن تساعد الرئيس الأمريكي في استعادة شعبيته، وخصوصا ضمن قاعدته الناخبين من الإيفانجيليين والذين منحوه نسبة كبيرة من أصواتهم في انتخابات الرئاسة عام 2016 أمام هيلاري كلينتون. لعبت الطريقة الكارثية في التعاطي مع انتشار فيروس كورونا المستجد دورا كبيرا في تراجع ترامب، وهو ما يجعل أصوات اليمين المسيحاني المتطرف شديد الأهمية، وهو ما يفسر تسارع خطوات الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه، وهو ما عبر عنه السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان في تصريحاته الأخيرة الواضحة في محاولة تعجيل قرارات الحكومة الجديدة بضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية، وهو ما سيرضي زعماء الكنائس الإيفانجيليين الأمريكية وأتباعها. وقد يعيد ترامب إلى مقدمة السباق الرئاسي. بومبيو جاء ليكمم الفلسطينيين تنفيذا لرغبات رئيسه في تحسين حظوظه بالانتخابات الرئاسية، فالمهم بالنسبة لترامب هو إنجاز الصفقات، ولا يهم هنا التضحية بالنظم والقوانين الأممية ولا بحقوق الشعوب الرازحة تحت ثقل ظلم تاريخي فظيع. جاء في افتتاحية القدس العربي أيضا أن بيع الفلسطينيين وإيقاع مزيد من الظلم الهائل ضدهم لصالح إسرائيل وحكومتها العنصرية هو الورقة الأكثر أهمية والأقل بالخسائر المتوقعة عالميا بالنسبة لترامب ورهطه مقارنة بشن حرب ضد إيران ولوم الصين على نشر فيروس كورونا.
نشر موقع بوليتكو تقريراً عن نظريات المؤامرة التي انتعشت بسبب انتشار فيروس كورونا بعنوان بينغو نظريات المؤامرة، المتطرفون عبر الأطلنطي ينتهزون فرصة الوباء. قال فيه مارك سكوت وستيفن أوفرلي إن فيروس كورونا تحول إلى صرخة تعبئة للداعين إلى نظريات المؤامرة على جانبي المحيط الأطلنطي. حذر الناشطون في مجال حقوق المدنية ولأشهر من استخدام الجماعات المتطرفة ودعاة التفوق العنصري وجماعات النازيين الجدد فيروس كورونا خدمة لأهدافهم، وتتراوح الجماعات المستفيدة من الوباء من الداعين لتفوق العرق الأبيض والمعادين للقاحات في أمريكا إلى الجماعات الفاشية والمعادين للمهاجرين في أوروبا. وكشفت مراجعة أجراها الموقع لآلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع خبراء التضليل الإعلامي الذين يتعقبون نشاطات المؤيدين لنظريات المؤامرة على الإنترنت، فهذه الجماعات تضم الشعبويين الذين حاولوا تنسيق جهودهم بعد فوز ترامب عام 2016. ولا تعتبر كل الرسائل الترويجية للجماعات عن الوباء مرتبطة بجماعات اليمين المتطرف، ولكن هؤلاء أصبحوا أصواتا واضحة في استخدام الوباء للدفع بأجندتهم السياسية في وقت يتزايد الغموض فيه المترافق مع الآلام الاقتصادية، ويقومون باستخدام منصات التواصل من أجل الترويج لموضوعات ذات صلة يتم أخذها من مصادر متعددة، بما في ذلك حملات التضليل الإعلامية الروسية والصينية وتفكير إدارة دونالد ترامب حول أصول ومصدر فيروس كورونا والموضوعات المعادية للمسلمين من الحزب القومي الحاكم في الهند. جاء في تقرير بوليتيكو أيضا أن شركة فيسبوك قالت الأسبوع الماضي أن مجموعة من الحسابات المزيفة والصفحات التي حذفتها في نيسان إبريل مرتبطة بمواقع معادية للمهاجرين في الولايات المتحدة اجتذبت أكثر من 200,000 متابع، وبرسائل تضم هاشتاج تشاينا فيروس أي فيروس الصين ومزاعم أخرى، وهي أن الفيروس يصيب الناس البيض فقط. أرسل جاك ديروسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بريدا إلكترونيا إلى الموظفين يخبرهم فيه أنه سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، عدا بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا مثل صيانة الخوادم حيث ستتطلب من الموظفين القدوم. وتأتي سياسة تويتر الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد للتكيف مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي. وقال متحدث باسم تويتر: كنا نفكر جيدا في كيفية تعاملنا مع هذا الموقف، فقد كنا من أوائل الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل. وأضاف: سنستمر في ذلك، وسنستمر في وضع سلامة شعبنا ومجتمعاتنا أولا. وأضاف المتحدث باسم تويتر: افتتاح المكاتب سيكون قرارنا، ولكن قرار عودة موظفينا سيكون لهم. إلى الكاريكاتير.
مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في صدى الأقلام. دمتم دائما في رعاية الله.